قصة عجيبة غريبة. رجل داعية من المغرب يرى في المنام، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزوره في المنام ويقول له: يا فلان، اذهب إلى فلان ابن فلان ابن فلان وأخبره أنه من أهل الجنة. في زماننا هذا تأتي الليلة الثانية ونفس الرؤيا، تأتي الليلة الثالثة ونفس الرؤيا. هذا الرجل المغربي انطلق مباشرة، جمع ماله وأغراضه واتجه إلى مكة حرسها الله، أخذ عمرة، ثم بدأ يتصل ببعض من يعرفه من الدعاة والصالحين: نريد فلان ابن فلان ابن فلان. بحثوا عنه، فتشوا عنه، وجدوه في حي قديم، وإذا بهم يدخلون هذا الحي ويسألون عن فلان ابن فلان ابن فلان. يرون هيئتهم صالحون، أشكالهم صالحة، نريد فلان ابن فلان ابن فلان. قالوا: ماذا تريدون به؟ هذا ما يناسبكم، هذا إنسان خربان وأنتم أناس صالحون. قالوا: نريده. اتجهوا إليه، وجدوه، خرج إليهم يقول: هذا الداعية خرج إلينا، وإذا بي أرى منظره. استغربت، الذي كان في مخيلتي أنه رجل عابد ذو لحية كثة، وجه يضيء نورا، يقول: وإذا بي أتفاجأ بهذا الإنسان. قال: خاف منا، من أنتم؟ اقترب منه هذا الداعية وقال له: أنت فلان ابن فلان ابن فلان؟ قال: نعم أنا هو، ماذا تريد؟ قال: جئتك أبشرك بأنني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 ليال، والله ما كذبت عليك في حرف واحد. قال: اذهب إليه وبشره أنه من أهل الجنة. يقول هذا الرجل وضع يديه على رأسه، سقط على الأرض، يقول: أنا من أهل الجنة؟ أن تكذب علي. قال: والله ما كذبت عليك، وتوي فرغت من العمرة الآن، والله لا يمكن أكذب عليك. قال: أنا. وجلس يبكي. قال: اذهب، هيا بنا نذهب إلى الحرم. ثم قال له هذا الرجل الداعية، قال: سألتك بالله، ما العمل الذي صنعته؟ وش عندك من عمل؟ قال: أنا والله إني أفجر واحد في هذه المنطقة، والله إني أشد إجراما في هذه المنطقة إن لم يكن في المملكة كلها. الصلاة مقصر فيها، الحرم بجانبي لي سنين ما ذهبت إليه. قال: راجع نفسك، عمل هنا وهنا. قال: ما فيه إلا عمل واحد أذكره، أن فلان جار لي توفي وترك أرملته وأطفاله، فأقسمت بالله العظيم أن أقسم راتبي بيني وبينهم، أقسم راتبي بيني وبينهم. والله من ذلك القسم إلى يومك هذا وأنا أقسم الراتب بين هذه الأرملة وبين أطفالها وأطفالي. من يعمل هذا العمل؟ ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قال: هيا بنا إلى الحرم. قال: لا، ما أجي الحرم وأنا بهذا الشكل. ذهب واغتسل، لبس ملابس، انطلقوا إلى الحرم. يقول: أول ما دخل وإذا به يبكي، ما توقفت دمعاته. أقيمت الصلاة، صلى الإمام، قرأ الآيات. يقول: وإذا به في حالة بكاء هستيرية، يقول: أنا بكيت من بكائه، ويركع الركعة الأولى والثانية ثم الثالثة، وفي السجدة قبل الأخيرة لم يرفع رأسه من السجود، قبض الله عز وجل روحه. الله كريم، والله لن تدخل الجنة بلحيتك ولا بثوبك ولا بمالك،
ولا بعباداتك ولا بصلواتك، وإنما تدخل الجنة بهذا القلب إن كان صادقا مع الله عز وجل. عمل بسيط حقير في نظرك لكنه عظيم عند الله كالجبال، وعمل عظيم كبير في نظرك قد يجعله الله عز وجل صغيرا حقيرا غير مقبول بالعجب والغرور. لا تيأسوا، لا تقنطوا، أنتم تتعاملون مع الله، تتعاملون مع الكريم، ثم اطمئنوا لأنكم مسلمون. يا رب يا رب يا رب أمتنا على لا إله إلا الله.